اليوم نحن شركات الطيران التي تعمل من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي مين هي؟ هي أهم شركات الطيران بالعالم. يعني اليوم مثل نشوف طيران الإمارات، الطيران القطري، الطيران التركي، الطيران الألماني، الأير فرانس. طيب اليوم أهم شركات الطيران بالعالم تعمل من وإلى المطار. هالشركات هيدي كل سنة بتبعت وفود بشكل دوري، بتعمل تدقيق مش بس على السلامة العامة بالمطار، بتعمل تدقيق على السلامة وعلى الأمن، شغلة كتير مهمة. يعني بيعملوا تدقيق أمني وبيعملوا تدقيق على السلامة، لأنه هني بالنهاية عم يسيروا رحلات من وإلى هالمطار هيدا. طب هل هالشركات الكبيرة وقت اللي عم تيجي تعمل أودت على المطار، وقت اللي عم تشوف إنه الإجراءات المتخذة بالمطار لا هي كفيلة لاستمرارية عملهم بالمطار، وقت اللي بده يشوفوا في شك 1% ما راح يترددوا هني، أو وقت اللي يشوفوا خلل مثل اللي عم ينحكى إنه والله بالمطار في صواريخ وفي أسلحة وفي، طب إنه شو اللي بده يجبرهم إنه هني يكفوا تسيير رحلاتهم من وإلى المطار؟ ضيف لهالشيء وقت اللي انحكى شهر الماضي بالنسبة للطاقم يجي دايما طواقم أجنبية تكشف إذا أكيد. المطار سليم وسالم وما في سلاحات وما في زخائر هني من ضمن الإجراءات التشغيلية لكل شركة الـ SOPs. يعني هذه الشركات كل سنة بأي مطار بيبعتوا وفود لحتى يتأكدوا من الإجراءات المتبعة، خاصة فيما يتعلق بالركاب المغادرين إلى هالبلاد هيدي. وقت اللي طلع التقرير شهر الماضي بالصحيفة البريطانية تليغراف نعم. طب أنا شو بدي بالشركات الثانية؟ خلينا نحكي على بريطانيا بالتحديد. اوكي. طب وقت اللي نحن وزارة النقل البريطانية رغم انه ما عندهم شركات بريطانية تعمل هلا بمطار بيروت، لانه لاسباب تجارية وقفوا من عدة سنوات. صحيح. طب وقت اللي وزارة النقل بتيجي كل سنة على مطار رفيق الحريري الدولي وبيعملوا تدقيق بس يتعلق بأمن الطيران، ليش؟ لأنه شركة طيران الشرق الأوسط النقل الوطني بتسير رحلات إلى لندن. صحيح. رحلتين يوميا بتطلع. طب وقت اللي عم يجي كل سنة عم يعملوا تقاريرهم وفي تعاون مستمر احنا وياهم، لا بل في زيارات متبادلة، احنا الشهر الماضي كنا نحن وجهاز أمن المطار موجودين عندهم بلندن. طب وقت اللي هالتعاون موجود وما في ملاحظات عم تكون من بريطانيا مما يتعلق بالأمن، والميدل إيست عم تطير مرتين يوميا، طب شو بيعني هالشيء؟ بيعني انه ما عندهم ثقة بالمطار وبإجراءاته. رفعتوا دعوة بالمناسبة على مجلة التليغراف؟ أنا صراحة ما تدخلت بهذا الموضوع، نحن عم نحكي بالشيء اللي بيتعلق بالمطار هلا. طيب أستاذ فادي، دائما في أصوات سياسية يعني تتهم إنه حزب الله مسيطر على المطار، يمكن أكيد مش شباب لابسين حاملين سلاحاتهم وواقفين بالأمن الخفي. يعني أنا برجع بقول وقت اللي بدي اطلع بهالموضوع أخذه من أوله لآخره لحتى اطلع بتفاصيله، طيب وين مكامنه موجودة؟ يعني وين الأدلة على وجوده بالمطار؟ هل كل الشركات التي تعمل بالمطار منا شايفة هالموضوع؟ طب ليش ما في ولا شركة طيران مثلا رفعت كتاب رسمي إلا إلينا نحن، لأننا نحن كسلطة طيران مدني عم بيقولوا إنه والله لاحظنا في شيء خلل معين بمكان ما؟ ولا حدا، رغم إنه معظم هالشركات بتاخد شحن من لبنان. مع بدء أحداث 7 أكتوبر طلع محمد الحوت عدد من الطيارات إلى أبرس، موضوع السلامة وموضوع الانشورنس، وبعده نفس الإجراء لليوم ماشي. في طيارتين أو ثلاثة بالكتير بعدهم عم يطلعوا يسافروا على تركيا وعلى أبرس، بيضلهم لتاني يوم وبيرجعوا بيجوا. باقي الأسطول لأن 23 طيارة الكل كانوا، في ثلاثة منهم عم يعملوا هيك أو اثنين هلا، والباقي عم يشتغل بشكل طبيعي.